سعيدة كثير اني اليوم شفتك واخيرا ماجي. وانا كمان ثانك يو. شو بدنا نقول لك تيجي تي اليوم؟ تيجي تي بدي اقول لهم الف مبروك، انطلاقه مبهره صراحه. اخر عمل كم بتقيمي من 10؟ ورح نعرف بنهايه الحفل منو. قيمه 100 على 10. يا سلام، اكيد بوجه التحيه. بقيم العمل كنص، كأداء ممثلين، كرسالة. الأهم الرسالة يلي كانت فيه، الموضوع يلي عم يحكي عنه. نحن هون ما بعتبر بقى بهيدا المسلسل أنا ممثلة وأخذ سكسي أو عندي قدرات، لا، أنا نقطة من بحر، من مجموعة كبيرة صرخنا صرخة وصلت للناس وبعدها واصلة قلوب الناس، فالحمد لله. نادين جابر قبل شوي قالت لي إنه في نقص بالنصوص، وهي بتحب كثير على فكرة، وأنا بموت فيها لنادين، بحبها كثير. في نقص أكيد، بس في ناس مثل نادين جابر، مثل ما عم بتشوفي صارت الناس بتنطر نادين شو كانت بالسنة، لا رح أحضر هيدا المسلسل لأنه عندها ثقة بنادين جابر. إن شاء الله يكون صار في، أكيد في كتاب، بس مش يعني بالطلب يمكن ليلبي مجموعة كتير كبيرة من الأعمال الدرامية. إن شاء الله قريبا. طيب باللبناني بيقولوا الفن بيوكل عيش، ولا الفن بضمن هالإنتاجات الكبيرة عم نشوفها الفن بيأكل عيش؟ إذا إنسان دؤوب على هذا العمل وعنده أكتر عمل بالسنة، إيه أكيد أكيد. عرب العيد مبارك معين، بدي أقول ينعاد عليكم، إن شاء الله كل عيد وأنتم بألف خير وتحقق أمنياتكم، وكل حدا عم يسمعني يقدر يعمل شوبينج بتي جي تي على العيد. حلو، مميز، بحبك كتير ومضطرة أوقف لأنه في زملاء. ثانك يو، شكرا ماجي.